خطبه عيد الاضحى. الله اكبر 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 الله اكبر. الحمد لله مدبر الامور وخالق الظلم والنور وباعث من في القبور. أحمده على ما بلغنا هذا اليوم العظيم والعيد الأكبر الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط القويم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل داء ودواء، صلاة وسلاما ما يدفع بهما البلاء والوباء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بعد، فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وكبروا الله على ما هداكم لهذا اليوم العظيم. تقربوا بذبح ضحاياكم إلى رب كريم، وكلوا منها وتعموا وأوسعوا وتصدقوا يدفع عنكم العذاب الأليم. وصلوا الأرحام وارحموا من في الأرض يرحمكم الرؤوف الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وتزودوا لمعادكم قبل أن تدرجوا في لفائف الأكفان، وتخرجوا من سعة الأوطان إلى بيت الوحشة والديدان، قبل يوم الفصل ووضع الميزان ونداء المنادي على قد سعد فلان وشقي فلان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جعلنا الله وإياكم من السعداء المقبولين، إن أنفع ما لاذ به اللائذون، كلام من نحن له عابدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الخطبة الثانية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الكريم الرحيم، الماجد الحكيم العليم،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تنجي من عذاب أليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تدومان إلى يوم عظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أما بعد، فوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وعملوا لمنقلب، واقطعوا العلائق عن الخلائق، فوالله ثم والله لا يعطي ويمنع ويضر وينفع ويضع ويرفع إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ألا وإن الله تعالى أمرنا بالصلاة على نبيه تعميما، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه، على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تدفع بها الطعن والطاعون. يا من أمرنا يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين، خصوصا عن أفضلهم أفضل البشر بعد الأنبياء على التحقيق، سيدنا أبو بكر الصديق، وعن الإمام العادل الأواب سيدنا عمر بن الخطاب، وعمن استحيت منه ملائكة الرحمن سيدنا عثمان بن عفان، وعن ليث بن غالب سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة البررة، وعن عمي نبيك الحمزة والعباس، وعن الصحابة القرابة كلهم أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والأمراض المعدية والشدائد والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رافع السقم ويا بارئ النسم وعالما بجميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.